احنا نحتفل باليوم العالمي للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة المتوسطة، حبينا نقعد مع الأعضاء لأن عندهم كثير من بعض التحديات اللي هم يواجهونها في قطاعاتهم، فاحنا حبينا نجمعهم من قطاعات مختلفة ونسمع منهم شنو التحديات اللي هم يواجهونها، ومن خلال هذه التحديات نضع الحلول معهم، ومن خلال القنوات اللي احنا نمثلها نبتدي ان احنا نعمل على هذه الحلول. فاليوم طبعا مثل ما انت شفت تكلموا عن كثير من الأمور، تكلموا عن ان في بعض الخدمات يأخذ عليها أكثر من رسم اللي هي خدمة واحدة، تكلموا ان بعض الرسوم او بعض المخالفات المخالفة قيمة المخالفة كبيرة جدا مقابل العمل اللي تم عمله او هذا الشيء، وهذا الشيء يعني يسبب لهم انهم يسبب لهم ضوائق مالية ان هذا المبلغ قيمة المخالفة ويكون مبلغ كبير. يعني احنا عندنا تجربة طيبة وتجربة زينة اللي هي المرور، مرور ساعات لما تكون في مخالفة اذا انت تسددها في وقت محدد او ما تكرر او شيء تحصل فيها تخفيض، فممكن ان هذا الشيء يتم علاجه بهذه الطريقة او بهذه الفكرة على اساس يكون هناك تدرج في المخالفة، في نفس الوقت ان الهدف من الغرامة ان انت عدم التكرار، مو انك انت تخلي احمال جديدة تكون على القطاع نفسه. في بعض التحديات تكلموا ان في بعض الانشطة صار عددها كبير ومتكتسة وما تستحملها سوق البحرين، في بعضها تكلموا انهم اذا بغوا يتوسعون خارج مملكة البحرين ما يعني الامتيازات والتحفيزات اللي موجودة ما تخدم انه هو يقدر يتوسع فيها، مع ان علما ان احنا اليوم التوجه بشكل كبير انه الخروج وان نقدم خدمات بالخارج او خارج مملكة البحرين. فكل هذه التحديات احنا اليوم كتبناها معاهم وحطينا في بعضها الحلول، ومن خلال القنوات اللي احنا نمثلها ان شاء الله راح نوصلها ونوجد لهم الحلول باذن الله. المؤسسات الصغيره والمتوسطه في البحرين تشكل اكثر من 90% من اجمالي عدد المؤسسات المسجله في المملكه. هذه المؤسسات لديها فرص وامامها تحديات. أهمية حديثنا اليوم تنبع من أهمية المؤسسات المتوسطة والصغيرة واللي هي الآن الهدف العالمي لكثير من دول العالم المتقدم، وبتمثل الجزء الأكبر من اقتصادات الدول المتقدمة في أمريكا في أوروبا في كل الأماكن حول العالم. احنا بصراحة بنلمس محاولات حكومية للارتقاء بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لكن للأمانة احنا كمان دورنا اليوم نوجه القطاعات الحكومية والتعاون مع القطاعات الحكومية لتصحيح بعض الأخطاء أو بعض الممارسات اللي بتجري في السوق المحلية، مثل ارتفاع بعض الرسوم أو ازدواجية بعض الرسوم، واحدة من أهم الأمور اللي ممكن مناقشتها أو أخذها بشكل جدي. النقطة الثانية والأهم هي موضوع الغرامات، اللي في بعض الغرامات احنا ما بنشوف انها بتتماشى مع حجم المخالفات وبتشكل ضغط كبير على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين، بالإضافة للتعاون مع الجهات الداعمة والمانحة اللي احنا ما بنخفي دورها في البحرين في 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 مساعدة القطاعات الصغيرة والمتوسطة، مثل تمكين والبزنس ديفلوبمنت بورد اللي هو مجلس التنمية الاقتصادي، في توجيه الجهات هاي لتقديم برامج أكثر فاعلية من خلال التواصل مع القطاعات الاقتصادية في البحرين في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأخذ المعلومات منهم أو أخذ الفيدباك منهم عن كيفية برمجة أو ديزاين البرامج المستقبلية بحيث أن تكون فاعليتها أكبر للقطاعات وللاقتصاد البحرين بشكل عام.